والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلي الشرف العظيم أن أتكلم باسم هذا المجلس الموقر في مثل هذا الموقف الدقيق الحساس، باسم المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وباسم مئات الملايين في شبه القارة الهندية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عالمية القضية الفلسطينية وإنسانيتها وإسلاميتها. إنني في هذه الساعة المتأخرة من الليل لا أريد أن أطيل عليكم وأن أشق عليكم، إنما أقتصر على دعاء في هذه الساعة المباركة الميمونة وفي رحاب البيت الحرام البيت العتيق والمحضر من مجاهد جليل يجاهد في سبيل القدس، في سبيل المسجد الأقصى، ثالث القبلة الأولى وثالث الحرمين. أقتصر على دعاء واحد وأرجو الله أن يتقبل هذا الدعاء في هذه الساعة المباركة في ليلة الجمعة المباركة، وهو أن يقيد الله لفلسطين بل للمسلمين جميعا بل للإسلام صلاح الدين الأيوبي الثاني. وإن كانت حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن تختار من بين الأكراد كرديا يتوارى نسبه بعد 3 و4 وسائط في ظلمات الجاهلية، لأنه قد أسلم آباؤه قريبا وإنه لم يكن عريقا في الإسلام، فكيف لا تقتضي حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته أن يختار عربيا صميما ومسلما سليما مجاهدا في سبيل الله ينحدر من أصول عربية إسلامية عريقة في القدم؟ كيف لا تقتضي حكمة الله أن يختار من بين العرب ومن بين المسلمين صلاح الدين الأيوبي الثاني؟ وإنني أخاطب الأمة العربية بلسان خير الدين الزركلي الشاعر العربي أن الحل الوحيد لقضية فلسطين أن يبرز صلاح الدين على مسرح القضية الفلسطينية وعلى مسرح الجهاد الإسلامي، فيقول: هاتي صلاح الدين ثانية فينا، هاتي صلاح الدين ثانية فينا، وجددي حطين أو شبه حطينا، هاتي صلاح الدين ثانية فينا، وجددي أيها الأمة العربية المسلمة، وجددي حطين أو شبه حطينا. ماذا كان سر صلاح الدين الأيوبي؟ إنما السر أنه كان مسلما مؤمنا محمديا لا يعرف غير لغة القرآن، ولا يعرف غير لغة الإيمان، ولا يعرف غير لغة الحنان. والمسلمون ما زالوا ولا يزالون. اكتبوا عني بقلم عريض، اكتبوا عني وسجلوه ان المسلمين الى هذا الوقت، وان عبثت بهم يد الزمان ويد التربية الغربية ويد المادية الرعناء، لا يفهمون غير لغة القرآن. صدقوني ايها الاخوان، ان المسلمين في مشارق الارض ومغاربها مهما تعددت لغاتهم ومهما فاق ذكاؤهم وفاقت علميتهم وعبقريتهم، إلى الآن لا يفهمون إلا لغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي آمنوا به كالنبي الخالد وكرافع الجهاد الأول المقدس. إنهم لا يفهمون غير لغة القرآن، مهما أقحمت عليهم اللغات، مهما فرضت عليهم الثقافات، مهما تنوعت عليهم لهم الحضارات، إنهم لا يفهمون ولن يفهموا إلى أن تقوم القيامة وإلى أن يرث الله هذه الأرض ومن عليها. لا يفهمون، والله لا يفهمون إلا لغة القرآن. خاتم المسلمين بلغة القرآن أيها الإخوان، لا بلغة السياسة. خاتم المسلمين بالمصطلحات القرآنية. خاتم المسلمين وأسيروا فيهم الحنان والإيمان بكلمة الجهاد، بكلمة الشهادة في سبيل الله، بكلمة الحنين إلى الشهادة. إنهم لا يزالون يحسنون فهم هذا القرآن. إنما كان سر سيطرة صلاح الدين القلوب والنفوس والأرواح، إنما كان السر مكاننا في أنه فهم هذا السر، فهم هذه النقطة، فهم هذه الحقيقة، أن المسلمين لا يندفعون إلا بدافع الجهاد. فاتحد العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه، ويستغرب المؤرخون الأوروبيون كيف اتحد الإسلامي، كيف استطاع صلاح الدين يوحد العالم الإسلامي الممزق المتشتت
المنقسم على نفسي كيف استطاع ان يجمع هذا العالم المتراني الذي تعددت عناصره وتعددت ثقافاته وتعددت مذاهبه الفقهيه، كيف استطاع ان يوحد هذا العالم الاسلامي في هذه الفتره الحالكه العصيبه تحت رايه محمد عليه الصلاه والسلام، لانه رفع رايه محمد لم يرفع رايه القوميه العربيه. اسمحوا لي ان اقول بكل صراحه، وانا هندي ولست، انا هندي الثقافه، انا رجل ولدت ونشأت في الهند، ولكن اؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام، اؤمن بالقران، وهنالك قلوبا تعد بالملايين تحفو اليكم وتصبو اليكم وتهون عليها نفوسكم. وسجلوا عني ان مذبحه كبيره وقعت في الهند لاي شيء؟ لاجل التجمع الاسلامي الكبير الذي حصل للدفاع عن قضيه فلسطين، ذلك في احمد اباد، وبحثنا هذه القضيه على هذه الطاوله في هنا في المجلس التاسيسي، وحضر فيه الاستاذ ابو العلاء المودودي، وحضرت انا كعضو في المجلس التاسيسي. انما وقعت هذه المجزره، وقع هذا الاضطراب، لان المسلمين في احمد اباد تجمعوا على بعد الدار وحلوله البحار، وعلى معرفتهم للغه العرب تجمعوا هذا التجمع الكبير الخالد التاريخي ليدافعوا عن قضيه فلسطين. فان وراءكم ايها الاخوان قلوبا مخلصه لا يعرف مدى اخلاصها الا الله تبارك وتعالى، قلوبا مؤمنه، قلوبا مخلصه، قلوبا صادقه، لا تعرف لغه السياسه ولا تعرف اللباقه، انما تعرف الايمان، انما تعرف الحنان، انما تعرف لغه القران. فانتم تملكون اكبر ثروه لا يملكها امريكا، والله لا تملكها امريكا، والله لا تملكها روسيا، تلك ثروه الايمان، تلك ثروه الايمان الدافقه، تلك ثروه الايمان التي استطاعت ان تدحر العالم كله وان تكون حضاره وتكون دوله من اكبر الدول الامبراطوريه. وتستطيع الحمد لله في هذا الوقت، اقول هذا في رحاب البيت العتيق، ان هذه الثروه موجوده ولكنها تحتاج الى اثاره، تحتاج الى تحريك صادق مؤمن، وفيكم العمل. انني ارجو الله ان يستخدمكم في سبيل هذه القضيه، وان يجعل منكم صلاح الدين الايوبي الاخر، لا اقول الاخير، الاخر وليس الاخير، والاسلام كما قال الله يدرى اوله خير ام اخره. فاني اقول لكم ايها الاخ الكريم، ايها المجاهد الذي انا اتبرك به، اذا كان التراب مالكم في ساحه الجهاد، فانا ارجعه ولا كثير من العبير ولا كثير من العطور. انني اقول لكم اذكروا قول الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه ميزتكم، ان اليهود لا يرجون. انا اعرف اليهود، اليهود فقدوا كل شيء وقطعوا كل خيط كان يربطهم بالله تبارك وتعالى وبصحف الصماليه، اصبحوا شعبا ماديا بحتا لا يؤمن الا بسيطرته العالم، ليس امامه غايه وليس امامه غايه نبيله ولا غير نبيله، انما هو شعب عنصري يؤمن بالعنصريه، والله تبارك وتعالى لا ينصر العنصريه، ان الله تبارك لا ينظر الى وجوهكم الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. فانتم تملكون ولا تزالون تملكون هذه الثروه وترجون من الله ما لا يرجون. مدوا، استمدوا هذه القوى، اسيروا هذا الدفين الكامل، هذا الكنز الخفي المطمور الذي لا يزال في صدور زملائكم. تقولون انهم ترجون، يا اخواني ترجون من الله ما لا يرجو اليهود، فلماذا تهنون؟ لا تهنوا ولا تعزموا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. هذه كلمه اخ لكم في الله، اخ لكم في الدين، اخ لكم في الاسلام، لا يربطه بكم الا الخيط الايماني والرباني والنوراني الذي انبثق من هذا البلد، ولا يزال مانعا ولا يزال بازغا ولا يزال منيرا للقلوب والنفوس، ويبدد الظلمات، ظلمات الجاهليه وظلمات الماديه وظلمات الامريكيه وظلمات السوفيتيه. اننا نحن المسلمين والحمد لله اغنى من كل الامم واقوى من كل الامم، وتاريخنا طاهر، فتاريخنا نزيه، ما لم تتلبس ايدينا ولا اجسامنا بالدماء البريه ابدا. فكن على ثقه ايها الاخ الكريم، ايها المجاهد،
أن وراءك جيشا عرمرما من المسلمين، من القلوب المؤمنة، من الأرواح السعيدة، من الذين يستهينون بحياتهم ويستهينون بكرامتهم في سبيل الله. جربوهم، هل جربتموهم؟ لا والله، إلى الآن لم يتفق لكم أن تجربوهم. إنكم لا تزال هذه الأرض بكرا، لا تزال هذه التجربة جديدة. جربوا أيها جرب أيها الأخ هذه الأمة التي ملأت العالم كله، ويا وراءكم وأمامكم إن شاء الله، وتأخذون منهم ما هو أغلى وأعلى وأثمن وأعز من كل سلاح تأخذونه من أي قوة كبيرة. هذه كلمتي، وأنا قد أفضت فيها واسترسلت أكثر مما قدرت، وما زورت الكلام وما ادخلت، ولكن هو الدافع الإيماني الذي العرق العربي والإسلامي الذي ينبض، الذي يفور، الذي يملك علي مشاعري، الذي يدفعني إلى أن أقول هذه الكلمة مرتجلة وأتركها مدمية مجرجلة في ربوع العالم كله. وتقبلوا مني أطيب التحيات وأصدق التحيات وأطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لهم وأثابهم. شكر الله لهم وأثابهم.